طوف ظهر في منتصف القرن الحادي عشر الهجري. قبل هالتاريخ ماكو إطلاق، يعني لا يوجد إطلاقا أي متصوف بهذا المعنى الاصطلاحي. منتصف القرن الحادي عشر الهجري، قبل هذا التاريخ إطلاقا ماكو شيء اسمه تصوف شيعي. هل هناك من آخر؟ شكرا جزيلا للأستاذ جواد. يتفضل الآن الأستاذ المساعد الدكتور محمود شاكر عبود الخفاجي، وبحث الموسوم الثقافة الإسلامية بين الأصالة والاقتراب، أصالة النص القرآني النموذجة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا البحث هو محور واحد من بحث أكبر من هذا أطلقت عليه الخطاب الفوضوية، الخطاب الدين المعاصر، الثقافة الإسلامية بين الأصالة والاقتراب. الثقافة بمجموعها تمثل الجزء الأهم في بناء الحضارات، لكن الثقافة على خطين: الثقافة الوضعية هي الثقافة الواردة من الاكتساب، من الأعراف، من التقاليد، من الموروثات، ولربما هناك في بعض هذه الثقافات تأثيرات دينية. أما الثقافة الأخرى فهي الثقافة الإلهية، وإذا كنا في أكثر تخصص فمع الثقافة الإسلامية. والثقافة الإسلامية إذا كانت الثقافة الوضعية تمتاز بالنسبية كما نرى لأنه عدم الثبوت، فالثقافة الغير إسلامية تمتاز بالنسبية لأنه اختلاف التقاليد واختلاف الموروثات واختلاف الزمان ثم اختلاف المكان، بينما الثقافة الإسلامية لا تمتاز بالنسبية وإنما تنطلق من الثبوت لثبوت منطلقات هذه الثقافة. فالثقافة الإسلامية تنطلق من نصين، النصين كلاهما مقدس في عقيدتنا الإسلامية، ولعل أهم نص مقدس هو النص القرآن الكريم. فالثقافة الوضعية ترى أن الثقافة هي فلسفة الإنسان أو فلسفة المجتمع، لذلك تتغير تبعاً للإنسان وتبعاً للمجتمع فتمتاز بالنسبية، بينما الثقافة الإلهية هي ثقافة الله وليس ثقافة الإنسان وليس ثقافة المجتمع، وإنما ثقافة الله. ماذا يريد الله للمجتمع؟ يريد الله حركة الإصلاح. حركة الإصلاح قد تختلف من مجتمع إلى آخر، أو من زمان إلى آخر، أو من فرد إلى آخر. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الاختلاف، وضع موازين في الثابت وموازين في المتغير، ومساحة المتغير في الثقافة الإسلامية أوسع بكثير من مساحة الثابت. مساحة الثابت العقائد والعبادات، العبادات لا يمكن التغيير فيها، أنما مساحة المتغير مساحة أوسع، ولعل الاجتهاد والاستنباط الأحكام واحدة من أبواب ثقافة التغير. ومن في منطلق الثقافة الوضعية لا يمكن أن نطلق على إنسان مثقف على الدوام، لأن من كان مثقف في هذا المجتمع وقد خالف أعراف المجتمع الآخر سيكون غير مثقف في المجتمع الآخر، وما دام المثقف اليوم بعد مائة عام سيكون غير مثقف وفق رؤية المجتمع القادم في الزمان، بينما ثقافة الله يكون المثقف في القرن الرابع أو في المثقف في الأحكام الإلهية المسيحية ثابت كما هو، لأنه المؤمن واحد والمنطلقات واحدة. من أين انطلقت هذه الثقافة؟ انطلقت من بالمفهوم الديني، من ثوابت كون المفهوم الإلهي لها
انطلاقا من وحدة أصل الإنسان كون الإنسان من تراب، انطلاقا من وحدة نسب الإنسان كونه من أب وأم واحدة، وانطلاقا لكنه اختلفت، وانطلاقا من رب واحد اختلفت بالمتغير، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. لذا تنطلق إصالة الثقافة الإسلامية من أصلي التشريع الإسلامي القرآن والسنة. القرآن بثبوت نصوصه، تغيرات قراءتها وفق رؤية الزمان، تتغير قراءة وفق مشكلات وأحداث مستجدة. والسنة بتفرعاتها الثلاث، قول فعل أو تقرير. القول في السنة ثابت، ولكن الفعل والتقرير قراءاتها تختلف من زمان إلى مكان. لذلك يبقى الإسلام مساير للعصور ومساير للمكان، للمجتمعات والاختلاف، ارتفاع الثقافة أو انخفاضها إنسانية. ومن هنا نستطيع أن نحافظ على إصالة الثقافة الإسلامية إذا انطلقنا منها من مصدر تشريعها، وإذا ما أضفنا عليها سنة المعصوم كما هي في الفكر الإمامي. سنة المعصوم تسايرت تطبيق للنظرية الإسلامية إلى قرنين ونصف من الزمن، استحدثت فيها أمور وحلت فيها إشكالات. القرنين والنصف من الزمن تكون انموذج لمسيرة الحياة إلى 25 قرن أو أكثر. أما الاغتراب، فالاغتراب في الثقافة الإسلامية على نوعين: اغتراب داخلي من داخل الثقافة، وهي من تأثيرات الثقافة الوضعية، لأنه الإنسان عايش في مجتمع والمجتمع فيه أعراف وفيه تقاليد، وقد تتداخل هذه مع التشريعات. لذلك نجد أحيانا أصول استنباطية هي قادمة من قادمة من التأثر بالثقافات الوضعية، كسد الذرائع، كشرع من قبلنا، كالاستحسان وغيرها من أصول الاستنباط. هذا الاغتراب داخلي من داخل الثقافة، ولعل هذا الاغتراب أخطر شيء على الثقافة الإسلامية. لذلك حدثت حركات تكفيرية وحركات سلفية وحركات، هذا من داخل الثقافة الإسلامية، هذا اغتراب في الثقافة لكن من داخل الثقافة. أما الاغتراب الخارجي فهي حركات الغير إسلاميين، أي عصور تدهور الثقافة الإسلامية، دخلت بها ثقافات مادية، دخلت بها ثقافات لربما يهودية لربما. فأحيانا رد فعل للاغتراب الخارجي من داخل الثقافة الإسلامية كان منها اغتراب داخلي، وهي ردود الفعل إلى العودة إلى السلف الصالح لانتشال الثقافة الإسلامية من الاغتراب الخارجي، أدى بها إلى اغتراب داخلي أكثر. هذا الأمر ملخص ما قلت، ولعل بحثي هو الحلقة الأخيرة من مؤتمرنا هذا. أو الدكتور وليد الدكتور وليد المفروض يتقدم، لأن أنا أدري أنه أنا آخر من يتحدث، وأنا وضعت نفسي في النهاية احتراما وتقديرا وإجلالا لكل الباحثين، ولك الدكتور وليد قدمني على نفسي. شكرا لكم أخواني، وفي البحث بقية طويلة أيضا. أخواني ذاك مداخلة أو سؤال دكتور عبد اللطيف بعد غير دكتور عبد اللطيف؟ تفضل دكتور بعد غير الدكتور جاسم. أنا قلت إن الاغتراب نوعين، نوع خارجي
بأيدي خفية دخلت إلى الإسلام وحاولت أن تشوه صورة الإسلام، هذه واحد، ونوع داخلي من داخل الثقافة الإسلامية، وهي من تأثيرات ما يحيط بالمنهج الإلهي، من منهج وضعي، أعراف، تقاليد، موروثات، فئوية، أهواء، نوازع، أطماع، هذه كلها تداخلت مع الثقافة الإسلامية فرسمت لها ثقافة إسلامية جزء منها غريب عن الإسلام، ومنها دعوات التكفيرية من داخل الإسلام صدرت. هذا تثقيف المسلمين وليس الإسلام. نعم. المسلمين شيء والإسلام شيء آخر، لا هذا احنا منتهين منه، المسلمين جزء آخر، هؤلاء ناس، الإسلام لا، الإسلام ثقافة، المسلمين لا، قد يتثقفون، قد يتثقف مسلم وقد لا يتثقف، هو مسلم مسلم ولكنه لا علاقة له بالنظرية. نعم. لا أنا لم أقول السنة القولية ثابتة، قلت هناك سنة ثابتة، سنة قولية وفعلية وتقريرية، السنة القولية ثابتة المعالم عندما نقرأها، عندما نقرأها لأنه حديث لا يمكن أن نضع حديث، أما السنة الفعلية والقولية قراءتها نحن نقرأها بصورة تختلف من زمان إلى زمان، عندما يوافق الرسول نقرأها بزماننا موافقة جديدة، ونقرأها بالزمان الآتي موافقة جديدة، الفعلية والتقريرية، نقرأ الأفعال والتقريرات قراءة جديدة، أما الحديث لا يمكن لقراءته غير لأنه نص ظني الصدور ولكنه قطعي الدلالة. لا لا، جزء من سبب الاختلاف، جزء من سبب، مو ليس كله. وتبقى الثقافة هي الأخذ من كل علم بطرف، سواء كانت ثقافة إسلامية أو أي ثقافة أخرى يعني يتداولها الباحث. شكرا للدكتور محمود شاكر الخفاجي على بحثه الموسوم. جاء الآن دوري. اللغة العربية منهج الفرق ومظهر لغوي القرآن الكريم، بحث تقدم به الأستاذ مساعد الدكتور وليد عبد المجيد إبراهيم، أستاذ الدراسات اللغوية في الكلية الإسلامية الجامعة، فليتقدم مشكورا. شكرا جزيلا أستاذ مجيد. الحقيقة موضوع البحث بشكل مختصر، يعني اللسان العربي مظهر لغوي للمعجزة الإلهية الخالدة القرآن الكريم، والارتباط العنصري بين الإسلام الارتباط العضوي بين الإسلام واللغة العربية من الأمور التي يكون الحديث فيها حديثاً عن أمر واقع، وأيضاً فرض يعني مقرر لا يحتاج ذو البصيرة أن يستدل عليه، فالقرآن الكريم كلمة الله ودستور الإسلام، ولغة هذا الكتاب العظيم هي اللغة العربية، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً،
وتدل اللغة على الحياة العقلية من ناحية، يعني أن لغة كل أمة في كل عصر هي مظهر من مظاهر عقلها، يعني لم تخلق اللغة العربية دفعة واحدة، ولم يأخذها الخلف عن السلف كاملة، وإنما يخلق الناس في أول أمرهم ألفاظاً على قدر حاجتهم، فإذا ظهرت أشياء جديدة خلقوا لها ألفاظاً جديدة، وإذا اندثرت أشياء قد تندثر ألفاظها، وهكذا اللغة في حياة وموت مستمرين. حقيقة حظيت لغتنا العربية بالاهتمام الكبير من العلماء، يعني منذ أن بزغ فجر الإسلام حين اختارها الله تعالى لوحيه، ولم تكتفي اللغة العربية في الإسلام بنموها وانتشارها، بل زحفت مع أهلها العرب إلى بلاد الأعاجم، ففتحوا كثيراً من البلدان واعتركت مع كثير من اللغات. وحسبنا أن نذكر لو أننا رجعنا باللغة العربية إلى يوم وضعت أو يوم تكلم بها المتكلم الأول، لوجدنا من السمات الأساسية التي اتصفت بها اللغة العربية احتفاظها بأنسابها اللغوية، يعني لم يعتورها أو لم يطرأ عليها التغيير أو من التغيير في النطق، بحروفها معتورة سائر اللغات. حتى لو أن عربياً جاهلياً بعث الآن وجلس في هذه القاعة وسمع نحن نتحدث باللغة العربية لفهم، وإذا كان الكلام طبعاً فصيحاً، لأن أصوات لغتنا الفصحى لم يطرأ عليها تغيير، ونحن حريصون على تقييد لغتنا الفصحى، يعني لئلا يعترض علينا ببعض التبدلات الصوتية في اللهجات العربية المتباينة قديماً وحديثاً. هذه التبدلات حقيقة يعني شديدة ومستهجنة في لهجتنا الحديثة خاصة، وهذا أيضاً ما يثير الإعجاب إذا ما قرن بما يحدث لأصوات اللغات السامية. فلغتنا العربية تتميز بخاصية المحافظة على أصواتها بفضل القرآن الكريم، يتلى ويقرأ في كل الأوقات، ولكن أبدلت بعض الأصوات بأصوات قريبة منها. السبب طبعاً هذا ناموس يعني طبيعي في لغات العالم. القرآن الكريم دستور حي متجدد، بل هو كلمة الله وهو دستور الإسلام. هناك كما أسلفنا ارتباط عضوي بين الإسلام وبين اللغة العربية، ليس هناك والحال هذه إسلام من غير قرآن، ولا قرآن بغير اللغة العربية. ولقد ارتبط الإسلام ارتباطاً وثيقاً بينه وبين اللغة العربية، ارتباطاً مفروضاً بأمر الله عاد على اللغة وعلى المسلمين كافة، يعني ثمرات الالتقاء الموحد تحت ظلال الله، يناجونه بلسان واحد ويخاطبهم بلسان عربي مبين. وهناك صلة بين القرآن والعرب وبين العرب والقرآن، تلاوة وقراءة وحفظا، وإن القرآن عربي النزول محيطا وأسلوبا ولغة، وإن من العرب قراء وحفاظا له قبل غيرهم، يعني هم الذين تذوقوا إعجازه بفطرة عربية وبلاغة موروثة. إذن إن تاريخ لغتنا العربية تاريخ عريق، وكانت ولا تزال هي اللغة التي استمدت منها القومية العربية بقاءها وكيانها وقواها، وإنه لا يتمكن من اللغة العربية غير العربي، وإنه لا يمكن كذلك أن يتقنها إتقان العربي لها، وإن كلمة الله عربية، وإن الاتصال الأول والأخير بالله
إنما يتأتى للمسلم عن طريق اللغة، فهي إذن يعني مركز التلاقي بين الخالق والمخلوق، ومفتاح لفهم حقيقة الوجود والموت والبعث. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإن مجيء الإسلام يعني جعل من القرآن حدثا لغويا، ففي القرآن نظرة كونية جديدة، فضلا عن توجيه أخلاقي يتناسق مع تشريع موضوعي تتمحور فيه العلاقات داخل يعني إطار مقدس حول الله. وبفضل القرآن صارت العربية لغة واسعة الانتشار، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن إذا نزل بلغة العرب وعلى أساليب العرب في كلامهم، فألفاظه عربية إلا ألفاظا قليلة عربت ويعني أخذت من اللغات الأخرى، ولكن هضمتها العرب وأجرت عليها قوانينها، وكذلك أساليبه هي أساليب العرب في كلامها. لغة القرآن الكريم لا تموت أبدا، لأن القرآن باق إلى يوم القيامة، فهي منهل ثر وسياج متين أمام الهجمات الشرسة وأمام العاميات المتباينة على الفصحى. لذلك فنحن لا نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا بحياة اللغة العربية. ثم تأصيل اللغة العربية ونشر الوعي اللغوي أمر مناط بكل عربي شريف، يعني من أراد معرفة ما في كتاب الله تعالى وما في سنة رسوله الكريم من كل كلمة عربية أو نظم عجيم أو نظم عجيب لم يجد من العلم باللغة يعني بدًا. فيبقى إذن القرآن الكريم هو الدرع الواقي للأمة، وهو الذي يحفظ شخصيتها وعبقريتها من الضياع. وباللغة العربية التي نزل فيها القرآن ألف بين قلوب العرب وبين سائر الأمم المؤمنة وبين المسلمين جميعا، فجعل منهم أمة تسع الأمم بوجهها كيف أقبلت. وجدير بالأخير جدير بنا ولازم علينا أن نأخذ بيد الناشئة من أبناء العربية لامتلاك ناصية اللغة، لأن اللغة هي الوعاء الأسمى للإنتاج الفكري في بناء الحضارة الإنسانية وفي الالتقاء الموحد بلسان عربي مبين. اللهم ثبتنا على حب العربية ووفقنا إلى العمل بكتابك الكريم، ونور أذهاننا لمعرفة القرآن الكريم، إنك سميع الدعاء. شكرا لكم. آخر غير دكتور عبد اللطيف وداخله دكتور جواد ويلي. آخر دكتور عبد اللطيف. يا دكتور اسمح لي وأنت أستاذ، أنا مش يا دكتور فكش في العناوين وأستمع إلى الجزئية وألاحظ هل أنت العنوان ولامس الجزئيات اللي تحت المحتوى. بصراحة أنت الآن عرفت فضل القرآن الكريم عن اللغة العربية في تلك الجزئيات بمد النص القرآني بالمفردات والأصوات اللغوية.
لا أعلم كيف، يعني أنت الآن عرضك تبدأ الانتقال الرابع والبحث الرابع المقدس، عرضك هو فضل نصر القرآن على اللغة العربية، ومعلوم يعني ما بالك بالشعر العربي، يعني الآن معظم الروايات النقلية تشير على أن شعر الفرنسي هذا الشاعر البدوي حافظ ثلثي اللغة العربية، فما بالك بهذا النص السماوي، فضله كبير جدا على اللغة العربية، ولا لا أعلم. نعم. شكرا جزيلا دكتور استاذ جواد ابو بالنسبة للسؤال اللي تفضل به الدكتور عبد اللطيف، أنا في بداية حديثي قلت أن اللسان العربي، إذا كنت الجملة الأولى من البحث، أن اللسان العربي مظهر لغوي للمعجزة الإلهية الخالدة القرآن الكريم. اللسان العربي هو معجزة للإلهية الخالدة القرآن الكريم، اللسان العربي. طيب هو القرآن الكريم نزل بلغة العرب وكلمة الله عربية والقرآن كله عربي، والذي لا يتفقه العربية لا يمكن أن يفهم، الذي لا يتفقه العربية لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم جملة وتفصيلا، من الناحية البلاغية، من الناحية الصرفية، من الناحية النحوية إلى آخره. فالعنوان هو اللغة العربية منها الثر ومظهر لغوي للقرآن الكريم، العنوان اللغة العربية منها الثر ومنها اللغوي للقرآن، منها اللغوي للقرآن، هذا هو العنوان. دكتور هنا لابد استحقاق. أما بالنسبة للأستاذ جواد، بالنسبة للألفاظ غير العربية التي وردت في القرآن، نعم وردت كثير من الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم، كلمة إبراهيم مثلا غير عربية، كلمة سندس، كلمة استبرق، كلمات كثيرة غير عربية وردت، ولكن كانت العرب تتداولها لكثرة تداولها عند العرب فنزلت، يعني القرآن نزل بلسان العرب، ليست بعربية. إبراهيم، أنا أعطيك مثال، إبراهيم ليست عربية. نعم أخذتها، لكن إذا تريد نوضح أنه إبراهيم مو عربية، ليش؟ لأن رجع إلى جذرة، ما له جذر ثلاثي، اللي هو برهمة، باء راء هاء ميم، كل اسم ليس له جذر ثلاثي فهو أعجمي. أعجمي أصلا، هو ممنوع من الصرف للعجمة، للعلمية والعجمة، ممنوع من الصرف، سلمت على إبراهيم، وهكذا في بقية الكثير من المفردات الأخرى. نعم الدكتور علي، أنا مع الأستاذ الذي يرى العنوان غلط، القرآن الكريم من العربية. نعم هو الذي قعد أساس العلوم العربية بأكملها هو القرآن الكريم. نعم. وأنت سيد العالمين، يعني دراسات في آداب العرب، والمفكر القرآن مرحلة، مرحلة هذه الدراسات، دراسات اللغوية، دراسات الصرفية، البلاغية، حتى الكثير من الكتب التي ولفت في مختلف المعارف، حتى التاريخ أصله من القرآن الكريم، كتب البلدان والمعارف البلدان وغير ذلك. الكتب السيارة، الكتب التي ألفت بالأجناس اللغوية، كل هذا القرآن. القرآن الكريم هو أساس، يعني هو الذي حفظ اللغة العربية. نعم. طوال الزمن، يعني على الرغم من الحملات الاستعمارية في الجزائر.
جابر وفي تونس وفي العراق وفي مصر وفي غيرها التي خضعت لمختلف ألوان الاستعمار ومنعت اللغة العربية رسميا كثير من الدول، لكن مع هذا بقيت العربية بفضل القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يفترض أن يكون هو المنهج وليس اللغة العربية هي المنهج، لأن يعني القرآن الكريم هو الذي قيد اللغة، هو الذي دون اللغة، وهو النص الذي بقي متداولا في مختلف أصقاع العالم. هذا وجهة نظر أنت قرر في هذا. نعم. أنا ما أدري يعني في يعني يمكن أكو خلط من ناحية العنوان. أنا العنوان اللغة العربية مظهر لغوي للقرآن، مظهر لغوي للقرآن الكريم، يعني هو القرآن فوق كل شيء. طبعا القرآن الكريم صح، في هناك كثير من المفردات في العربية ليس موجودة في القرآن الكريم. نعم، في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الهدف وفي الشعر وفي اسمه في كل شيء. هذا القواعد في كل تفسير القرآن الكريم في المعنى. طيب العرب يعني قبل أن ينزل القرآن الكريم ماذا كان يتحدثون، في أي لغة؟ في عصر ما قبل الإسلام كانوا يتحدثون باللغة العربية. يعني ألم تكن اللغة العربية أسبق؟ شكرا جزيلا. الآن جاء دور البيان الختامي للمؤتمر والتوصيات، يلقيها على أسماعنا الأستاذ مجيد حميد الفكري، فليتفضل. الفتلي. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا أول. ثانيا السلام عليكم. التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر السنوي للكلية الإسلامية الجامعة في النجف الأشرف المنعقد في المكان البديل في الديوانية يوم السبت موافق 4/1/2014. التوصيات موجهة للوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص. التوصيات الخاصة بقسم الدراسات القرآنية واللغوية. أولاً، اعتماد المنهج القرآني في تربية الأجيال الجديدة، ومن المناهج التي اتبعها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام لأنها مناهج ربانية وليست مثل الإنسان، ولأن الله تعالى أودع الغرائز والرغبات في النفس البشرية فهو أعلم بكيفية التوازن بينها. أما المناهج الوضعية فهي مناهج صادرة من الإنسان الذي يتصف بالضعف وعدم الإحاطة التامة بالحياة في الدارين، ولا بأس من الإفادة مما قدمه علماء التربية المعاصرين مما لا يتعارض مع الأخلاق الإسلامية. ثانياً، بناء منظومة من قيم الإنسان في ضوء الروايات والرسائل التربوية العلمية، وعلى وجه الخصوص السيرة الإنسانية للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة الحقوق والصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، والمفاهيم التربوية للإمام جعفر الصادق عليه السلام، والقيم التربوية في الصحيفة الكاظمية للإمام موسى الكاظم عليه السلام، والتي حوت
أبرز محاور القيم التربوية والعلمية، ومنها علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقة الإنسان مع الآخرين، وعلاقة الإنسان بنفسه. ثالثاً، الإفادة من المصطلحات البلاغية الإجرائية عند إعداد مفردات المناهج الدراسية لمادة النحو العربي، وعلى الخصوص التقديم والتأخير في التناص الإسنادي في النص القرآني، كونه من المصطلحات البلاغية الإجرائية المهمة لأنها ظاهرة أسلوبية انمازت بالأداء العراقي في اللغة العربية والقرآن الكريم على وجه خصوص. رابعاً، انطلاقاً من مبدأ أن القرآن الكريم هو الذي قعد قواعد النحو العربي، وأن نشوء النحو كان قرآنياً، نرى من الضروري جداً أن تكون الأمثلة ومواضع الاستشهاد في مناهجنا الدراسية بكافة المراحل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والتراث اللغوي والتربوي لأئمة أهل البيت عليهم السلام والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ثم من الإرث الأدب القيم لشعراء وخطباء الأمة الإسلامية. خامساً، إعداد مناهج دراسية للمراحل كافة في علوم القرآن تنسجم مع تجليات الأجيال المعاصرة والقادمة، لأن القرآن الكريم عطاء ثر ينسجم مع كل عصر من العصور ويختلف باختلاف العقول، وفيه نبض للحياة قابل للتجدد على الرغم من أنه نص محفوظ من التحريف والتغيير. سادساً، إعداد مناهج دراسية خاصة بمادة التربية الاجتماعية تتعلق ببناء المجتمع الصالح في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على طريق الإسلام الحنيف، كون الأسرة نظاماً فطرياً به يتقوى الفرع ويشتد عوده، مع الإشارة إلى أن مفهوم الأسرة غير متخصص بأبناء الفرد وأهل بيته، وإنما يشتمل على أرحامه وأقاربه الذين يتقوى بهم، مع بيان أهمية التقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى الناس من خلال تطبيق المعروف والمعاشرة الحسنة بين الزوجين والتعامل بالحسنى مع الوالدين والعلاقة الطيبة مع الإخوان والأقارب بالمعروف، وكذلك فيما يتعلق بين المجتمعات والشعوب والقبائل. سابعاً، ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم العالي ووزارتي الثقافة والشباب ببيان أهمية العبادة في المنهج القرآني بوصفها شعيرة ربانية ووسيلة تربوية لتنظيم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بنفسه، وأعداد القوانين والأنظمة التربوية والتعليمية وفق بناء ديني رصين تتجلى فيه أسس بناء الفرد والمجتمع، وتساهم فيها مؤسسات المجتمع المدني مساهمة فعالة. ثامناً، ضرورة تفعيل قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية، لأنها اللغة التي اختارها الله تعالى لوحيه، وارتبطت هذه اللغة بالإسلام ارتباطاً مفروضاً بأمر من الله تعالى، فكانت ثمرة هذا الدين العظيم أن يلتقي مسلم العالم كافة تحت ظلال الله تعالى يناجونه بلسان واحد بعد أن خاطبهم بلسان عربي مبين، لا بلغة أعجمية أو لهجة عامية محصورة بمجتمع معين. تاسعاً، استجلاء السمات المعرفية لعلم أصول الفقه بما يتعلق بالتأسيس النظري لمصادر الاستنباط على وجه خصوص، من خلال التمييز بين ما هو معرفي وما هو غير معرفي وفق نظريات المعرفة لفلسفة العلم التي تؤكد على يقينية الاستدلال وموضوعيته وتجرده عن الجهوية والانتماء اللامبرهن. عاشراً، تجنيد الطاقات الدينية واللغوية والأدبية لفضح أهداف الزمر الوهابية المقيتة، والتذكير بالأعمال الإجرامية في هدم قبور أئمة البقيع والاعتداءات المتكررة على المراقد المقدسة في العراق وفي الدول الإسلامية الأخرى. هذه عشر، التوجه نحو توظيف الفنون الأدبية كافة والشعر على وجه الخصوص
في تناول العقيدة الإسلامية تناولاً إنسانياً شاملاً ينطلق من المفاهيم الإسلامية التي جسدها القرآن الكريم بأسمى الأساليب المقدسة مترجمة بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الخط الذي انتهجه أكثر الأدباء والشعراء. التوصيات القانونية: اعتماد البحوث التي طرحت ملخصاتها في هذا المؤتمر كورقة عمل، الاستفادة من مضمون هذه البحوث للمؤسسات والدوائر ذات العلاقة، ما ورد في هذا المؤتمر من مواضيع جديدة وجديدة في الاهتمام وتتعلق بقواعد وتقنيات متطورة تتعلق بإجراءات التحكيم في القانون العراقي ومدى أهميته في التقليل من أعضاء المحاكم، اعتبار التفريق التلقائي سبب من أسباب انحلال الرابطة الزوجية ومدى وجود أسسه في الفقه الإسلامي والقانون، القضاء على تأثير الفساد الإداري على الاقتصاد والقيام بالمعالجات القانونية الحقيقية للفساد من أجل القضاء عليه، التعرف على المنازعات الإدارية وما هي عناصرها ومعالجتها، التأكيد على تفعيل التشريعات المتضمنة لحماية المرأة والطفل أثناء منازعات دولية والتمثيل النسائي لها في المجالس النيابية، وأخيراً نختم كما بدأنا ونقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.